السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، درسنا النهاردة في الرياضيات هو الدرس 96. تعالوا بينا نشوف الدرس بيتكلم عن إيه. درسنا النهاردة بيتكلم عن الكسور المتكافئة في خط الأعداد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي خطين من الأعداد، الخط الأولاني متقسم لثلاث أجزاء متساوية أهو، صفر، تلت، تلتين، تلت أدلات، تمام. والخط الثاني متقسم لست اجزاء متساويه اهو، صفر، سدس، سدسين، ثلاث اسداس، اربع اسداس، خمس اسداس، وادي ست اسداس، تمام. لو جينا بصينا هنا ان خط الاعداد هنا ان التلت الكسر تلت بيكافئوا على الخط الثاني كسر الكام؟ سدسين، كسر سدسين. يعني مثلا ان المسافه ما بين او الجزئيه ما بين الصفر لغايه التلت هي نفس الجزئيه ما بين الصفر لغايه السدسين. يعني كده افهم ان التلت بيكافئوا سدسين. طيب لو جينا برضو بصينا ان التلتين هنا بيكافئها على خط الاعداد الناحيه الثانيه ايه؟ اربع اسداس. يعني الجزئيه ما بين الصفر لغايه التلتين هي نفس الجزئية ما بين الصفر لغاية الأربع أسداس. يعني هنا الاتنين دول بيكافئوا بعض. يعني أفهم من الكلام ده إن التلت بيساوي سدسين، وإن التلتين بيساوي أربع أسداس، ومعنى إن هو بيساوي يعني بيكافئوا. تعالوا بينا نشوف أسئلة على الشكل ده. بيقول لك هنا ايه؟ اكتب الكسر المكافئ للكسور الاتية مستخدما خط الاعداد. انا عندي هنا كسر تلتين، عايز اعرف الكسر اللي يكافئه كام. فهاجي ارسم خطين اعداد، الخط الاولاني هقسمه لتلات اتلات، والخط التاني هقسمه لست اجزاء، تمام. هو عايز هنا مديني الكسر كام؟ تلتين، ادي التلتين بيكافئها على الخط التاني كام؟ اربع اسداس، تمام. الاربع اسداس يعني معنى كده ان التلتين بيكافئها على الخط كام؟ اربع اسداس. طيب تعال نشوف مساله تانية. بيقول لك هنا ايه؟ تلات اخماس. معنى كده ان هرسم خطين اعداد، واحد متقسم لخمس اجزاء، واحد متقسم لعشر اجزاء. فلما نيجي نبص على الكسر تلات اخماس بيكافئها على الناحيه الثانيه من الخط كام؟ ست اعشار. بيكافئها كام؟ ست اعشار. معنى كده ان التلات اخماس الكسر المكافئ له كام؟ ست اعشار، تمام. تعال نشوف مثال تاني. عندنا شكل تاني من الاسئله، تعال نبص مع بعض كده. مديني هنا خطين اعداد، الخط الاولاني متقسم لجزئين. لو جينا بصينا كده هتلاقيها متقسم لجزئين. معنى كده ان الكسر هنا يعبر عن كسر كام؟ يعبر عن كسر نص. والخط التاني متقسم لكام جزء؟ تعال نعد مع بعض كده، ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. تمانية يعني متقسم لتمن اجزاء، تمام. طب الكسر المكافئ للنص هنا تعال نبص كده هيبقى كام؟ يبقى اربع اتمان. معنى كده افهم ان الكسر نص بيكافئوا على الخط التاني اربع اتمان. يعني هنكتب هنا ان النص بيكافئوا اربع اتمان. تعال نشوف مسألة تانية. هنا الكسر ده متقسم لكام جزء؟ تعال نعد مع بعض كده، ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. اربع اجزاء متساوية. يعني الكسر هنا الاولاني يبقى الكسر كام؟ ربع. برافو. طيب الخط التاني متقسم لكام اجزاء متساوية؟ ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. تمن اجزاء. يعني معنى كده التمن اجزاء دول الكسر الربع ده يكافئوا على الخط التاني كام جزء؟ تمنين. برافو. يعني افهم من الكلام ده ان الربع بيكافئوا كام؟ تمنين. تعال نشوف برضو شكل تاني من الاسئلة. هنا معانا مسألة كلامية، بيقول لك اشترى آدم وشقيقه رغفين من الخبز متساويين في الحجم.
ثم قسم آدم رغيفه إلى 4 قطع وقسم شقيقه رغيفه إلى 3 قطع، فهل حصل آدم على عيش أكثر من أم لا؟ تعالوا نشوف كده في الحل. أدي آدم الرغيف بتاعه، هنتخيله إن هو على خط الإعداد، قسمه كم جزء؟ 4 أجزاء متساوية أهو، ربع، ربعين، 3/4، 4/4. وهنا شقيقه قسمه لكم جزء؟ ل3 أجزاء متساوية أهو، تلت، تلتين، 3/3. خلاص، فعايزين نعرف هنا آدم خد نفس الجزء اللي شقيقه خده ولا خد أكتر أو أقل. تعال نبص هنا، لو جينا بصينا إن الأربع أرباع بتكافئها بالناحية التانية 3/3، بتكافئها كام؟ 3/3. معنى كده إن الأربع أرباع بتكافئ 3/3، يعني هو خد نفس الكمية. يعني لما نيجي نجاوب هنقول حصل آدم وشقيقه على نفس الكمية، لأن 3/3 بتساوي 4/4 اللي هي بتساوي 1 صحيح. تمام، يعني نفهم من كده ان هما الاثنين كلوا نفس الكمية من الرغيف، عشان هما قسموهم 1 لـ4 أجزاء و1 لـ3 أتلات، وهما الكمية دي بتساوي نفس الكمية دي. وبكده يكون انتهى الدرس بتاعنا. اشكركم واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. مع السلامة.